تعاملنا هاي. الله يسعدك. تم افتتاح هذا الجسر اليوم باشراف الاهالي اللي ساهمت بهذا العمل. نشكر الاهالي اولا بمشاركه هذا العمل البسيط، يعني جسر بسيط بس مجرد راجله. حكومه مالها كل دور بهذا العمل. المفروض الحكومه انه يعني جسر ترى هذا كارثه، هذا يعني ماكو، المفروض يباشرون باكمال هذا اكمال هذا الجسر، لان جزيرة على بذياب على البعساف يعني عدد هواية. فنقول للحكومة ما يكفى، هذا ما يكفى، هذا مجرد راجلة، نعم، بس بداية حديد. تم افتتاح هذا الجسر اللي يعتبر جسر الجزيرة اللي يربط بين البعساف والبلي والبعساف. هذا الجسر مجرد جسر بسيط جداً، فالحكومة المركزية ما لها أي دور بهذا العمل، يعني هو مجرد جسر يعني بسيط جدا، مجرد يعني راجل يعني. وهذا هذا الجسر ما يكفي يعني، يعني عندك علم يعني احنا تعتبر الجزيرة من أكبر العشائر اللي موجودة حاليا بالجزيرة. فما الحكومة المركزية ما لها أي دور. الفضل الأول الأخير هو الفضل الكبير هو للعوائل، يعني هي العوائل اللي ساهمت بهذا العمل. وحن هذا الجسر يربط مناطق البذياب والبعلي جاسم والبعساف، وهذا جسر بداية يعني ما يصلح للسيارات والهذا، مجرد دراجات هوائية. وهسه انت شفته حتى الجسر يعني عبارة عن متبرعين من الشيوخ البذياب والبعساف والبعلي جاسم والاهالي. اي والله هذا جسر غير صالح للمواطنين، يعني ما يكفي هواية، مجرد منطقة هاي عبور الجسر يعني علي كلش يعني هواية، يعني نطالب باصلاح جسر البفراج، السدة.